بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة وكذلك على إذاعة الفجيرة، حياكم الله في برنامجكم مدفع الإفطار من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة. اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج الذي يأتيكم قبل الإفطار وقبل الأذان. اليوم راح نتكلم نحن عن الصدقة. نعم، كما قال الله تعالى: وانفقوا مما رزقناكم. فنعم، إنه فضل الصدقة عظيم وكبير، وشهر رمضان هي فرصة لعمل الخيرات، وأهم الخيرات التي لابد أن نعمل بها ونباشر بالعمل بها هي الصدقة. من الخيرات الكثيرة لابد أن نشعر بالفقراء والمساكين، فحينما نتصدق نحن نشعر بالآخرين، يعني نقوم بعمل الخير من أجل الآخرين، وكذلك هي فرصة لتعليم الأبناء على فعل الخيرات. فبالصدقة لربما نحن نعلم الأطفال، يعني الأطفال اليوم لما أنا وياكم نروح نتصدق والأطفال الصغارين يتعلمون فضل الصدقة وعظيم الصدقة، هذه تكبر في نفوس الأطفال ويكون شيء كبير جدا وعظيم. وما نقص مال من صدقة، إنما هي زيادة في الأجر والحسنات والخيرات، وكذلك هي باب للخير، وهي باب للخير كما ذكرت، وهي التي ترفع غضب الله تعالى. اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم تقبل منا قيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. نعم مشاهدينا الكرام، الصدقة باب للخير، باب للخير، باب يفتح أبواب الخير الكثيرة. خلونا نرجع ونشوف الحضور الموجودين معنا اليوم. السلام عليكم. نتعرف على اسمك. حمزة. حمزة، اليوم نحن تكلمنا عن فضل الصدقة. فضل الصدقة كبير وعظيم جدا، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، يعني نحن دوما ندعو الناس تتصدق وخاصة في هذا الشهر. أنا راح أعطيك جائزة، لكن أبغيك تتكلم عن فضل الصدقة وشو توجه رسالة أن اليوم نحن لما نتصدق لابد أن نحن نشعر بالناس المساكين، بالناس الفقراء في الدول المحتاجة، في الشعوب المحتاجة اللي تحتاج أنها يعني تحتاج أبسط الأشياء. كيف زيد السؤال؟ يعني شو توجه رسالة للناس أنها تتصدق للناس المحتاجة؟ تبرع بالمال، تبرع بالخير، والثاني شيء إفطار الصائم بس. نعم، أنواع صدقة يعني كثيرة، منها أن نحن نتبرع بالملابس، نتبرع بالأكل، بالمال، على أساس نشعر بالآخرين، ورمضان هي فرصة أن نحن نشعر بالآخرين. على أساس الكلمة الحلوة هذه لك هذا الكوبون من مسك الإمارات في الفجيرة مول، تفضل. شكراً لك. أنا اللي راح أسألكم وراح نروح نسأل وراح نسأل سؤال من القيادة العامة لشرطة الفجيرة. أين يقع مسجد مريم أم عيسى؟ في أي إمارة؟ وين؟ مسجد، أين يقع مسجد مريم أم عيسى؟ اختريات. وين؟ اختريات. لا، وين يقع مسجد مريم أم عيسى في الإمارات؟ في رأس الخيمة. غلط. وين؟ ممكن اختيارات؟ اختيارات. لا، أنا الخيارات ما بأعطي خيارات لأني ما أعطيت في البداية. أنا اللي راح أسأل، أنا اللي راح أسأل. أنت تعرفها؟ يلا نتعرف على اسمك أول شيء. يزيد. وأين يقع مسجد مريم أم عيسى؟ أم القوين. أم القوين. غلط، ما في أم القوين. خلونا وياكم نسأل. نتعرف عليك؟ يوسف أحمد رشاد. أين يقع مسجد مريم أم عيسى؟ في أبو ظبي. صح، يقع مسجد مريم أم عيسى في إمارة أبو ظبي. نتعرف عليك مرة ثانية. يوسف أحمد رشاد. أي صف يا يوسف؟ صف ثالث. من وين يا يوسف؟ من مصر. شو توجه رسالة لأهلك اللي موجودين هنا واللي موجودين في مصر؟ بسلم عليهم علي صوتك. بسلم عليهم مبروك عليك الجائزة، ونحن بعد نسلم على أهلنا في مصر ونقول لهم تقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله. تستلم جائزتك من الشرطة اللي موجود هناك. زين، فالسؤال الثاني اللي هو مقدم من القيادة العامة لشرطة الفجيرة بعد: متى يكون وقت الغبشة؟ وقت الغبشة متى يكون؟ متى يكون وقت الغبشة؟ نتعرف عليك. ميس. من وين يا ميس؟ من سوريا.
تعالي قدام يما، ايش تعالي قدام، خلوا ما يشتي قدام عشان انها تطلع في الكاميرا. كيف حالك يا ميس؟ الحمد لله. انت اي صف؟ ثالث. اي مدرسه؟ الاكاديميه. شو توجهين رساله لاهلك قبل لا اسالك السؤال؟ ابيك توجهين رساله لاهلك في سوريا واللي قاعد يشوفونها هنا على قناه الفجيره، شو تقولين لهم؟ كل عام وانتم بخير، تقبل الله صيامكم. متى يكون وقت الغبشه؟ الغبشه خيارات، قبل شروق الشمس ولا بعد شروق الشمس؟ بعد شروق الشمس. قبل شروق الشمس. قبل شروق الشمس، صح، قبل شروق الشمس. وتستلمين جائزتك من الشرطي اللي موجود هناك. لا، من ورا تروحين، من ورا، من هناك تستلمين جائزتك. وهذه دعوة لكل أولياء الأمور أنهم يبون أطفالهم هنا في ساحة مسجد الشيخ زايد ويربحون معنا بجواز. الحين أنا منو راح يدعي لنا دعوة حلوة؟ بس أنا 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 في ناس يقولون أنا ما يدعون، لازم يدعون، يطولون في الدعاء على أساس إني أنا أسألهم. تدعي؟ تدعين أنت؟ ما تستحين؟ يلا ادعي لنا دعوة. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. هذه مو بدعوة، لازم تدعي لنا دعوة. منو منو منو؟ زين، أنا 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 راح أسألكم. بسألكم أنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ لنا ولي أمرنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وأطل في عمره وبارك فيه يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمانة والاستقرار في جميع بلاد المسلمين. تقبل الله منكم صيامكم وصالح أعمالكم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حارس المدفع جاي، ثابت، حارس المدفع جاهزين لمراسم الأخطار. سي استرم، سي حارس المدفع إلى الأمام، معتدى سر. مدفع الإطار جاهز، مدفع الإطار.